السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى تكونوا بخير أحبابي. اليوم راح نخدم معكم بياسة الريشة هذه اللي راكم تشوفوا في الصدر. راح نخدم معكم الطريقة بالتفصيل خطوة بخطوة، جد بسيطة وسهلة. فقط عليك تكرار عدد كبير من الريشات، بعد ذلك اللصق. أنا استعملت الكوتون بيغلي أطلس كما راكم تشوفوا، والإبرة رقم 1 مليمتر. نبدأ بغرزة البداية طبعا، بهذا الشكل رايحة نطلع ب13 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 سبعة، 8 9 10 11 12 13. بعد ذلك نحكم 13 ونطلع بسبعة سلاسل أخرى. بعدها حلف الخيط على الإبرة 4 مرات بهذا الشكل، ونروح للفراغ الثامن، يعني نترك 7 سلاسل اللي خدمتهم ونروح للثامن أو 13 اللي خدمته من قبل، وشكل فيه عمود طويل ب4 لفات طبعا. بعد ذلك نطلع بسلسلة واحدة ونلف الخيط أيضا 4 مرات، ونروح الفراغ المقابل ونشكل عمود طويل ب4 لفات بهذا الشكل. نطلع بسلسلة واحدة ونلف الخيط أيضا 4 مرات، روح الفراغ المقابل وشكل عمود طويل بهذا الشكل. الآن خدمت 3، راح نخدم الرابع أيضا. طلع بسلسلة وشكل 4 لفات على الإبرة، وروح الفراغ المقابل مباشرة الذي يليه وشكل عمود طويل ب4 لفات. نطلع بسلسلة واحدة، الآن راح نشكل عمود ب3 لفات، يعني لفيت الخيط 3 مرات فقط هذه المرة على الإبرة. بعدها نطلع بسلسلة واحدة ونشكل أيضا 3 لفات ونشكل العمود تاعي الثاني اللي هو ب3 لفات. بعدها نطلع بسلسلة واحدة ونشكل 3 لفات أيضا، ونروح للفراغ المقابل ونشكل العمود. نطلع بسلسلة واحدة، لاحظوا معايا الأول ما نحسبوش اللي هما 7 سلاسل، ومن بعد خدمت 4 أعمدة ب4 لفات، ومن بعد 3 أعمدة ب3 لفات. الآن راح نخدم بلفتين، 3 أعمدة بلفتين. هذا الأول في الفراغ اللي قابلني، نطلع بعدها بسلسلة ونعمل الثاني، العمود الثاني بلفتين، نطلع بسلسلة وشكل العمود الثالث بلفتين. أتمنى يكون شرحي واضح. الآن نطلع بسلسلة واحدة ونروح الفراغ الثالث، راح يبقاو لي 3 فراغات، راح نروح للثالث أو الأخير ونشكل فيه غرزة حشو. نطلع بسلسلة واحدة ونلف الخيط لفتين، ونروح للفراغ هذا اللي قابلني اللي هو العمود الأخير من الجهة الأخرى، لازم يكون نفس الفراغ. يجب أن تتأكدي جيدا أنه نفس الفراغ. بعدها نطلع بسلسلة واحدة ونشكل عمود بلفتين الثاني، زين نطلع بسلسلة واحدة ونشكل عمود الثالث بلفتين. بعدها نطلع بسلسلة واحدة، لاحظوا معايا شكلت 3 بلفتين. أنا هنشكل 3 أعمدة ب3 لفات، هذا الأول. نفس الشيء بالنسبة للجهة المقابلة، يعني راني نكرر في نفس العمل تاع الجهة المقابلة. طلعت بسلسلة، حنعمل العمود الثاني اللي هو ب3 لفات، نطلع بسلسلة ونشكل العمود الثالث ب3 لفات. بعدها راح نشكل 4 أعمدة ب4 لفات،
راحتو معايا الشكل، شكلت 3 وزدت 3، الاولى بلفتين وثلاث اعمده ثانيه بثلاث لفات، والاخيره ربعه اعمده باربعه لفات. هذا الاول، نطلع بسلسله ونلف الخيط اربع مرات ونشكل العمود الثاني باربع لفات، نطلع بسلسله ونشكل العمود الثالث باربع لفات، ونطلع بسلسلة ونشكل العمود الأخير بأربع لفات. من هذا الشكل الآن راح نطلع بسبعة سلاسل، وريح نغلق هنا في آخر فراغ تبقى لي هنا بغرزه منزلقه بهذا الشكل. لاحظوا معايا الورد الريشه عفوا. الان نبدا نعمر بغرز حشو. هذا الفراغ الاول اللي خدمته فيه سبعه سلاسل رايحه نشكل فيه عشرة غرز حشو. بعدها راح نروح للفراغ اللي منين العمود مباشرة، هنشكل فيه غرزة حشو ونشكل غرزة حشو بين الأعمدة وغرزة حشو أخرى فوق العمود، غرزة حشو بين الأعمدة وغرزة حشو فوق العمود، وهكذا حتى نوصل للأخير بهذا الشكل، يعني مرة بين العمودين ومرة فوق العمود المقابل. حنستمر بنفس الطريقة حتى نوصل للجهة المقابلة من الريشة، حيكون فيها اختلاف بسيط من أجل أن تكون ريشة حادة. وصلت للعمود اللي راهو في المنتصف واللي هو عبارة عن ثلاث سلاسل اللي تركتهم في البداية، راح ندخل في العمود فوق العمود عفوا، نشكل غرزة حشو بهذا الشكل. في نفس الفراغ راح نشكل نصف عمود هكذا، نطلع بسلسلتين ونشكل غرزة البيكو بهذه الطريقة. بعدها نشكل غرزة حشو في نفس الفراغ. بعدها راح ننتقل للفراغ اللي ما بين الأعمدة كما كنت نخدم من قبل. طبعا الخيط إذا قدرتي تخفيه اخفيه، وإذا لم تستطيعي إخفاءه عليك بحرقه. شكل غرزة حشو بين الأعمدة، غرزة حشو فوق العمود، مرة بين الأعمدة ومرة فوق العمود. هنستمر هنا ونرجع لكم. كملت توصلت هنا لهنا في الفراغ تاع سبعة سلاسل، راح نشكل فيه عشرة غرز حشو كما خدمت في البداية. كما راكم تلاحظوا ريشة اكتملت، شكلها جد جميل. بطبيعة الحال الخيوط المتبقية من كل ريشة راح تخفى إلى الخلف وتحرق. نقطع الخيط بهذا الشكل. انا في النهايه حتى نخلص الريشات كل الريشات باه نخفي الخيط، باه يكون العمل جد بسيط عليا. لاحظوا معايا هذا ايضا يتحرق الى الخلف طبعا،
شكل جد جميل. هتجيبي 3 ريشات من اللون واحد، تقابلي هذه مع هذه وتحكميها هنا وهنا بشكل خفيف جدا، وهنا وهنا فقط. هذا كان نهاية الفيديو. ما تنساوش جيم وبارتاجي، واللي ما هيش مشتركة معنا تشترك وتفعل الجرس باه يوصلها كل جديد. راحين تستمروا تعملوا الألوان اللي حبيتوا انتوما، كل مرة 3 من كل لون. وهذا نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.